انا مستني المكالمه دي من زمان، وحشتيني يا دودو. انت كمان وحشتني قوي. بقولك ايه، انا عاوزاك تيجي النهارده عشان نتعشى مع بعض بالليل. ياه، كنت متاكد انك هتراجعي نفسك وتعرفي ان انا بريء. هو الحقيقه يعني ان يارا اقنعتني وقالت لي ان مفيش اي حاجه بينك وبين بعض، وانا بصراحه صدقتها. بقولك ايه، كلام في التليفون مش هينفع. انت تيجي النهارده بالليل على الساعه 9 كده، نتعشى مع بعض ونتكلم. على فكره انا مشيت جوجو وخليتها تروح عند باباها الليله دي، عايزين نقعد لوحدنا. خلاص هكون عندك. برافو عليكي، طلعتي بنت ابوك بصحيح. انت كده انا فخور بيكي، وحاسس كده ان انت بنت جدعه بجد، بنتي. بس الرد الصح لسه ما جاش وقته يا بابا، لحد دلوقتي لسه ما خدتش حقي منه. بس انا في حاجه محيراني ومش فاهمها ومش لاقي لها تفسير. ايه اللي خلاها تغير كده فجاه؟ حد كلمه ولا ايه بالظبط؟ معرفش، اكيد عنده اسبابه. ايوه اكيد عنده اسبابه، بس ايه هي؟ ضميره صحي فجاه كده وحس بالذنب وجه يعتذر؟ والله ضميره يصحى ما يصحاش دي حاجه ترجع له هو. هو ما يهمناش على فكره، اتكلمنا عنه كتير قوي وكفايه كده عليه، حرق مننا بنزين زياده عن اللزوم. طيب سيبنا بقى من كل ده، فهمني انت ناوي على ايه. ناوي على ايه في ايه؟ ناوي على ايه مع الست الغلبانه اللي قاعده جوا دي؟ بابا انت اتغيرت، بقيت جامد زياده عن اللزوم، وعلى فكره مش معاها هي بس، معايا انا كمان. اخصى عليكي، انا اتغيرت معاك يا ريا. اتغيرت. انت مش امبارح قايل لي هتصحي من النوم تلاقيني في البيت؟ ما حصلش طبعا. يا بابا في ايه بس فهمني، يعني انا عارفه ان انت بتحب ما وكده، بس معقول تاخدك مننا كلنا، مني انا كمان؟ معقوله يا ريا؟ ازاي الكلام ده؟ انا يا حبيبي متجوز معاها بقالي 5 سنين، عمرك حسيتي ان انا اتغيرت معاكي او مع عمرك؟ بصراحه ما حسيتش باي حاجه خالص، مستغربه. انت عارفه الامور كانت ماشيه كويس لولاش اخوكي دخل على الخط، اذاها واذاني. ليه؟ هو حصل حاجه جديده من ياسر يا بابا؟ ياسر حطتني في اختبار صعب، أول مرة أعمل حاجة غير مبادئي وأتغير وأقابل الشر بشر، ودي مش أخلاقي. ليه بتقول كده؟ في حاجة حصلت أنت مش قايلها لي؟ أنت بتداري عليا؟ أنت مش استلمتي إعلان القضية بتاعت الحجر اللي رفعها أخوك عليا؟ بس على فكرة أنا ما قلتلكش، لأن الموضوع ده كله على بعضه أنا هعرف أتصرف فيه. يعني أنا مش عايزاك تحمل هم الموضوع ده خالص يا بابا. يعني إيه ما تصرفش فيه؟ أنت فاهمة إن أنا عاجز أو قليل الحيلة؟ أنا أقدر أخد حقي تالت ومتلت. طبعا تقدر تجيب حقك وتطحنه وتجيبه نصين كمان. بس على ما تفكر تتعب نفسك وتعمل كده، هكون أنا جايبهولك في شوية، يبوس إيدك ورجلك. وراك رجالة أنت إيه؟ ايه بنت المفردات الغريبه دي؟ شوال، وانت بقيت في عصابات وانا معرفش.